ورجعنا لكم تاني، وزي ما انتم عارفين ان كل يوم اتنين عندنا الفقرة اللي بتهم كل البنات وكل الستات، وهي فقرة الموضة مع رانيا كامل خبيرة الموضة. صباح الخير يا رانيا، ازيك؟ صباح النور، نهارك سعيد. نهارك زي احنا يمكن انا كنت في البداية في مقدمة البرنامج وقلت ان احنا هنتكلم عن المكياج اللبناني. اهم حاجة في المكياج اللبناني ان هما بيحبوا قوي يرسموا العين، صح؟ بيرسموا العين، والعين في نفس الوقت بتبقى مدموجه، ما بيبقاش فيها شغل كتير. اشتغل وانا بتكلم، بس ما بيبقاش فيها شغل كتير، بتبقى الرسمه بسيطه وفي نفس الوقت بيبقى فيها الوان كتير ومدموجه. في حاجه اسمها مكياج مصري ومكياج لبناني، ولا هو بس في عشان خليجي الستايل بس؟ في خليجي وفي ايراني. الايراني ده طبعا اقوى حاجه، وفي اللبناني. ايه ده، انا اول مره اسمع عن الايراني. الايراني بيعملوا ايه؟ الايراني بيبقى اتقل كتير من الخليجي، بيبقى فيها رسومات جامده، تلاقي رسومات جامده واضحه جدا، وساعات بتلاقي فيها طالعه رسمه منها حاجه كده، زي مثلا فرع ريشه، فرع رفيع كده، بيحطوا ستراس مثلا، يحطوا ستراس. ايوه فعلا. فاحنا بنعمله السموكي عاده، احنا هنا بنعمله بالاسود في مصر. لا، ده بيتعمل بالبني. فاحنا الاول بنبدا بالقلم، القلم البني، ودي بتبقى يعتبر القلم البني اللي انت بتحطيه على الجفن ده، البيس اللي انت بتعمليه البيز. انا طبعا الاول انا طبعا حاطه لها فوندوتان، وحاطه لها باودر، وحاطه هنا باز على عينيها. ممكن بقى تحط، مش شرط يعني، انت مثلا ممكن تحطي مثلا اي فوندوتان عندك، ستيك تحطيه على عينك. وبعدين نبتدي نرسم الرسمه بتاعت العين. هل ينفع تحطي البني وتحطي فوقيه اي الوان تانية؟ طبعا هنحط دلوقتي كده، هنحط البني وهنحط فيه لون تاني، بس احنا هنسيحه، لا بنسيحه بالبراش، لا بنسيحه بسبونج، وبنعمله بلاندينج كده. الميك اب اللبناني بيعتبر ميك اب صباحي ولا مسائي؟ بصي، هو ما فيش حاجه اسمها صباحي ومسائي حسب تقل المكياج. لو انت، لان في بعض العيون ما بيفاش فيها اي رسمه غير رسمه السموكي، فبالتالي هي انا مثلا لو بنوته رايحه الجامعه الصبح، او يعني لو رايحه، يعني بلاش نقول جامعه، لو رايحه مثلا انترفيو شغل او حاجه، هقول لك بتعمل ايه لو هي الرسمه الوحيده اللي بتليق عليها الرسمه ممكن السموكي. تحط شكل الاي لاينر، شكل رسمه الاي لاينر، وتسيحها. يعني تحط نفس شكل رسمه الاي لاينر وتسيحها، فتبقى دي بسيطه ورقيقه، بس ما تحطش فوقيها لون تاني، لان الصبح ما يفضلش والله ان هي تحط. فيعني احنا بس بنحط كده علشان عشان الكاميرا. بصي فوق، بصي فوق عشان الكاميرا بس. هو ما يفضلش، فممكن تسيحها. لما بتسيحها تبقى حلوه وباينه حلوه، في الانترفيو كمان مش هيبقى باين انها عامله حاجه شوي يعني. في ناس كتير ما بيحبوش الكحل اللي في العين اللي انت بتحطيه دلوقتي ده. انا بس مع السموكي لازم يتحط كحل، صح؟ ممكن تحطي اي لون، مش مهم اسود، مش مهم بني، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. عايزه لون تحطي ازرق، عايزه تحطي ابيض، عينك صغيره، تحطي اللي انت عايزاه. هل ينفع تبقى واحده مثلا عينيها واسعه قوي وتحط ابيض؟ لا، هيخلي شكل عينيها وحش قوي والله. لكن هي ممكن تعمل ايه بقى، عينك واسعه عايزه تحطي لون، ما تحطيش اسود، فممكن مثلا تحطي نيلي رمادي، تحطي نيلي، تحطي مثلا تيركواز، تحطي اي لون تاني، وتحطي في النص خط اسود صغير في النص فداخلي عشان يقفل العين شويه. عشان يقفل العين شويه. احنا عملنا كده برضو بلاندينج. والسموكي لو انت حافظه خطواته ما بياخدش وقت طويل وانت بتعمليه؟ يعني بصي، هو في طبعا اي حاجه بتاخد وقت شويه اكتر، لكن احنا برضو بنقول ايه، ان يعني ممكن احنا نخلص بسرعه بحيث ان احنا ما تاخدش وقت، ان ما تاخدش وقت ان احنا نحط الالوان الهاديه يعني. فاهمه؟ الالوان التقيله قوي بتاخد وقت اسرع. هل السموكي لازم يبقى الاي شادو اللي احنا بنحطه فيه لمعه؟ لان انت عارفه طبعا انواع الاي شادو، في مط وفي بيبقى فيه لمعه شويه، تنصحي بايه؟ هي ممكن تخليه كله ما فيهوش لمعه، وتيجي عند الحته اللي هي عند دمعه العين التيرز دي، وتحط لها حاجه فيها لمعه شويه، ودي بتليق على كل رسمات العين. بتليق على كل. هل في عيون معينه يا رانيا ما ينفعش ان احنا خالص نستخدم فيها السموكي؟ طبعا العين الصغيره، العين المبطنه، حتى والله حتى لو هي نفسها قوي يعني ممكن نحاول نظبط لها كده حاجه بسيطه، لكن لا، تحاولي تتحيي على العين، انت توسعيها بتاع. بس فوق كده، بس معلش هنعمل كده، بعدين هنمسح كل ده. احنا بعمل لها بس ده ليه؟ عشان احنا لما عشان يحمي ما ينزلش على الفاونديشن. يحمي ما ينزلش على الفاونديشن. بس
كل عين ليها رسمه معينه في انواع المكياج صح؟ طبعا. يعني مثلا العين المكسوره لتحت تنصحيها بايه؟ العين المكسوره لتحت بنرفع لها زي الكات شويه، نعمل لها رسمه ونرفعها لها زي الكات، لازم العين نحاول نرفعها لها شويه، وحتى لو حطينا لها رموش برضو بنحط رموش ونرفعها شويه لفوق. وترفعي ما ينفعش ان انت تبقي عامله كده. طب والعين المدوره؟ العين المدوره برضو على حسب صغيره ولا كبيره، لو العين كبيره خلاص فاحنا ممكن نعمل لها سموكي، نعمل لها كات كريز، نعمل لها اي حاجه، لو عين صغيره نبدا نعمل لها ديجرادير بالوان من الفاتح للغامق حسب بقى ايه العين. طب هي الموضه الايام دي في الاي شادو ايه؟ الالوان اللي كلها ترابيه؟ الالوان اللي بتفرح، لا الالوان المفرحه بقى اللي يعني اللي هي مثلا البينك، الفوشيا، الاورانج، الوان احنا بنسميها الوان الوان الصيف اللي احنا بنحبها، الاورانج، الحاجات ديت. بس طبعا بحساب، يعني عشان ما ينفعش مثلا ابقى لابسه حاجه على اورانج مثلا واروح ايه حاطه في عينيا يبقى حاطه كله اورانج، يبقى هنا اورانج وهنا اورانج والروج اورانج والمونيكير اورانج، يبقى كده ايه هنبقى منورين قوي زياده صح؟ صح. ساعتها نحطي على ايه؟ ذهبيات بنيات؟ ذهبيات وبنيات تبقى حلوه قوي يعني. ذهبيات وبنيات، انا بحب الذهبيات والبنيات عامه لانها بتليق على بتليق على البيض جدا، بتليق على لون بشرتنا وبتليق على لون بشرتنا اللي هي الاوليف، بتليق على كله، فانا بحبها يعني بصراحه، انا بحبها على كله، بتليق على كله يعني، فاهمه؟ عارفه تحسي ان هي بتليق على كل الناس وحتى البيض. ايوه انا كنت لسه سالت طب البنات البيض يعملوا ايه؟ بتليق عليهم جدا الاكسيديهات، وبتليق عليهم الالوان الباستيل بدرجاتها، الوان الباستيل بدرجاتها بتليق عليها، بتبقى حلوه جدا عليهم. الموفات، الروزات، الجريهات، كل دي بتليق. طب امشي معانا كده بالخطوات، انت بعد ما حطيتي عملتي اللي هو البيز اللي بالقلم البني، بعد كده حطيتي اي شادو، وبعدين حطيت اي شادو مثلا لون ترابي شويه بني، ممكن تحطي جراي، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، وبعدين خدت اللونين بقى الوان من برضو الوان الترابيه اللي هي مثلا اللون مثلا اورنج معاه شويه ذهبي وحطيته هنا عشان يعمل شويه لمعه، وبعدين رجعت هنا بالاسود تقلت شويه، وبعدين هعمل برضو بلاندنج تاني. المهم قوي في السموكي ان انت تفضلي تعملي بلاندنج كل شويه، كل اللبناني بلاندنج كله كده. واحسن حاجه ان انت لما تيجي تعملي ميك اب ان ما يبقى كله ممزوج، ما تبقيش حاسه طبقات في ملونه. في طبقات فعلا، برافو عليكي، في طبقات ملونه. بحب قوي عشان انت تبقي فاهمه على طول اللي هو ايه، طبقه بني وبعدين فيها خط طبقه سوداء وبعدين فيها خط طبقه ذهبي، بيفضلوا كده ماشيين ورا بعض. وبعدين كل ما الميك اب بقى رقيق وبسيط كده وجميل هيبقى احلى. يعني كل ما احنا نحط حاجه بسيطه يبقى احلى. انا بحب اجي لو الحاجات السيمبل دايما بتوري اكتر، واعمل كده. دي اللي انت عملتيه في دمعة العين؟ ايوه. عندي التشيرز كده، بس بصي فوق بقى. وبعدين بتروحي محدده تاني انا شايفه ان انت ما حطيتيش كحل جوه العين، انت حطيتي بس على خفيف كده من بره. حطيت على خفيف كده من بره. وهتروحي رافعه لها عينيها بقى في الاخر وانت بتقفلي؟ لا هرفع لها عينيها، بس انا عايزه بس معايا حاجه ثانيه، كان في حاجه هنا وفي واحد تاني بس مش عارفه اروح فين. هتبان دلوقتي كله هيظهر. كله هيبان. كل الحاجات اللي موجوده دلوقتي هتظهر. بدأتي تدخلي اهو الوان ثانيه من تحت. الوان على موف كده شويه. مفيش موضة معينة للسموكي، انت حسب ما انت بتبقي عايزة هتلبسي ايه وعلى هذا الاساس. وده احلى حاجة، احلى حاجة ان انت بتروحي مظبطاها حسب ما انت عايزة، لكن موضة معينة للسموكي انا يعني فاهمة. انا بشوف بيعملوا اسود كتير كتير كتير، انا ما بحبش اسود الاسود. وبعدين بيحطوا جليتر. ايوه صح مظبوط. بنلاقي مثلا انه اسود وبعدين يروحوا محددين باي لاينر وبعدين يروحوا حاطين جليتر فضي، فبتحسي ان السموكي فجاه بقى اللي هو ايه كتير قوي، انتوا ليه عاملين كل الكم الكبير قوي ده؟ احنا بنحط الاي لاينر بالفلو ماستر من غير ما بيبقى خفيف، بيبقى خفيف رفيع ولا انا هعمل له بلاندنج برده، فانا بحطه بس كده خلاص على حسب، مش مهم الشكل اللي انت عايزاه، يعني مش مهم شكل حاجه معينه، عشان انت انا هعمله بلاندنج تاني. احنا لسه في وقت في فقرتنا، ما تقلقيش خالص، عشان حاسه ان انت خايفه الوقت يخلص. لا لسه فاضل لنا 10 دقايق.
وانا شايفه ان انت عملتي رسمه العين بسرعه قوي، يعني حتى لو اي واحده مستعجله ومحتاجه ممكن انها تعمل، خاصه مثلا لو احنا مستعجلين ومش عاملين شعرنا بس كده وعايزين نعمل حاجه، الميك اب هو اللي بيفرق صح؟ الميك اب هو اللي بيفرق. بصي بقى لما تيجي تعملي بلاندنج لفوق، دي مهمه قوي الحركه دي بقى، بتروحي بتطلعي الفرشه لفوق ولا بتعملي؟ بطلع الفرشه لفوق. لازم تبقى فرشه رفيعه. يعني احسن تبقى فرشه نوري بس الفرشه للساده المشاهدين. يعني ممكن الفرشه دي خلاص، وممكن الفرشه في فرشه ثانيه اوريها لك، الفرشه دي دي او دي دي او دي، ترفعي كده بيها لفوق. عشان احنا لما باجي اعمل بلاندنج بطلعها لبره العين. لا لا لفوق لفوق. اوكي لفوق ليه؟ علشان احنا بنعمل يعني فاهمه، بنمزجهم مع بعض. لا وبعدين لما بيطلع بره العين بتبقي بعد كده مش عارفه تنضفيه ازاي، مش حلو كمان، مش عارفه تودي بقيه الخط فين. لما بتبقي عامله سموكي، في ناس بيقولوا ايه لما بتبقي عامله سموكي تحطي روش خفيف، فعلا هل الكلام ده حقيقي؟ فعلا فعلا تحطي روش خفيف، روش يا ريت ما يبقاش باين خالص، ما يبقاش احمر، ما يبقاش اورنج، ما يبقاش لا لا. حتى لو انا عامله سموكي الوان يا ريت يا ريت السموكي، لما السموكي يبقى نحط معاه روش خفيف خالص، يا ريت حاجات على بيج. ودي طالع موضه السنه دي يعني. طيب ولسه الليب جلوس موضه، يعني الروج اللي بيلمع ولا الروج المط؟ السيمي جلوس. السيمي جلوس اللي هو ما بيلمعش قوي وما يبقاش برضو مط قوي. ما يبقى مط قوي. خلاص كده انا شايفه ان احنا قربنا نخلص. بس هي بس هننضف بس عشان الحاجات بقعت. طيب السيمي جلوس ده اللي هو ايه؟ يعني ما نحطش كتير جلوس ولا نعمل ايه؟ ممكن تحطي في النص بس. يعني ما نحطش على الشفتين. تحطي بس في النص، وعلى فكره ده بيبقى شكله احلى وازرق والسكسي اكتر. لما تحطيه بيبقى شكله ازرق كتير. عايزه اشوف الشكل النهائي بقى يكون طالع عامل ازاي. الحته دي بقى لا في فرق. احاول ان انا اشيلها. هل صحيح ان السموكي الغلطه فيه ببصره؟ يعني لو غلطتي في حاجه لازم تبتدي من اول وجديد ولا ينفع ان انت تصلحيه؟ لو انت عاملاه خفيف زي ما احنا عاملينه كده فانت ممكن تصلحيه، لكن هو لو تقيل قوي زي الاسود اللي بيتعمل انا ما بحبوش، بحس ان العين اكنها واخده بوكس كده، ما بحبوش. بحس ان كل ما يبقى رقيق كل ما يبقى احلى. فعلا والله كل ما فعلا ما يبقى رقيق كل ما بيبقى احلى واجمل بكتير. بما اننا كنا بنتكلم على الجليتر، هل الجليتر موضه ولا بلاش نستخدمه خالص بقى؟ يعني في ناس يقولوا خلاص بلاش جليتر الا في الافراح او في لو انت خارجه سهره بالليل. انا بحب احطه على العظمه، على العروسه بس. على عظمه الحاجب، لو بالليل خارجه بالليل حطيه، لو انت مثلا عايزه تحطي بسيط حطيه، بس طبعا هو بالليل احسن يعني. احسن يعني من ال هو بالليل احسن. وبتبتدي بقى ايه التاتشات النهائيه بالمسكرة من فوق ومن تحت. من السموكي لازم مسكرة كتير. لازم. لو حد ما عندوش رموش تنصحيه يعمل ايه؟ او رموش خفيفه؟ ممكن يحط اكستنشن. اكستنشن الرموش دي بتقعد 6 اشهر؟ في بتقعد 15 يوم، وفي بتقعد شهر، وفي بتقعد 6 شهور. حسب الماده. انا بحبها بصراحه، يعني في ناس كتير ضدها علشان هم بيقول لك ان هي بتوقع الرموش، بس انا بحبها بصراحه. هي يعني هي فيها ميزه برضه. هي فيها ميزه بس هل هي احسن من ان احنا نحط رموش ونركبها؟ انت بتحطي رموش وتركبيها وتخرجي بيها وبعدين هترجعي تشيليها، لكن دي هتحطيها وخلاص يعني فاهمه، هتقعد معاكي هتقعدي بيها فتره. هتقعدي يعني فيها فتره، فدي احسن يعني. على الرغم ان انت حطيت لها موف، لكن الموف تحسي ان هو هادي يعني، يا دوبك بس مدي الضي في العين، مش صريح قوي صح؟ لا انت بتبقي قاصده كده؟ قاصده كده عشان الضي احلى، يعني انت لما تدي ضي هتحسي ان شكله احلى غير لما تبقي حاطاه صريح قوي. وبعدين احنا حتى لو عايز تدي شكل حلو للشفايف عندك حلين، الا تحطي من جوه لون غامق، يعني مثلا تحطي كده.
ايوه انا سمعت ان انت الشفايف بتقدري تعملي لها زي كده زي نحت، ان انت تحطي في حتة حتت تغمقيها وفي حتة تانية تفتحيها فتدي علشان تدي فتدي شكل شكل. للشفايف. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. بنعمل ايه بقى يا رانيا؟ لو عايزه تكبري الشفايف بتغمقي الحته اللي في النص دي، او بتيجي عند الحتت اللي هي مثلا هنا، تفتحي هنا وتفتحي هنا وتفتحي هنا وتفتحي هنا، حاجه من الاثنين، لا تغمقي لا تفتحي، لا تفتحي في مناطق بعيده عن بعضها لا الا تغمقي في النص. حتى التغميق اللي في النص ده بيدي شكل حلو قوي للشفايف، بيخلي شكل الشفايف احلى يعني. بيدي لها احساس، بيدي احساس انها شفايف بقت اكبر يعني. اكبر وشكلها احلى بكتير. طيب احنا تقريبا دخلنا يعني اوشكنا على الانتهاء من الفقرة ومن البرنامج، وعايزين فاضل دقيقتين، فعايزين نشوف الشكل النهائي. بعد ما خلصنا انا ملاحظه ان انت بعد ما بتخلصي بتبتدي ايه تحطي التاتشات النهائيه برضو برده بتاعتك. انا بحب الماسكرا تبقى باينه قوي في السموكي، لان احنا ما بنحطش كتير خلاص، فانا بحب ان الماسكرا تبقى باينه شويه طيب فيه. ده الشكل النهائي اللي ظهر دلوقتي قدامنا على الشاشه. اشرحي بقى كده بسرعه عملنا ايه كده. ولا حاجه، احنا الاول طبعا عملت بحط الفوندوتان وبعدين الباودر، ولو في نحت الوش ببدا انحته، وبعد كده ببدا ان انا استعمل قلم، قلم بني قلم اسود زي ما وات ايفر بقى انت عايزه، بحط القلم بعدين اعمل له بلاندنج، وبعد ما اعمل له بلاندنج ابدا احط له لون تاني من الالوان الترابيه، عايزه تحطيه على جراي، عايزه تحطيه على بني، زي ما انت عايزه تدمجي بيه. وبعدين باجي هنا في الحته اللي فوق اللي هي اللي اسمها الكريز دي، بعمل لها لونين مختلفين، هو ده اللبنانيين دايما تشوفيهم عاملينه، مثلا اورنج مثلا في روز فاتح، اورنج في لون اللي هو الجولد ذهبي، فبيدي شكل. ما بحطش خالص حاجه هنا، في ناس كتير قوي بتيجي هنا وتروح حاطه ابيض، ما ينفعش مع السموكي يبقى شكله وحش. وادمج كويس قوي من تحت اللون اللي انت حابه تفضليه بقى، عايزه تحطي تيركواز من تحت العين حطي، عايزه تحطي موف حطي، عايزه تحطي لون طوبي فاللون الطوبي برده هيبقى حلو معاه، وفي نفس الوقت رقيق، انت حتى لو خرجتي بيه فانا مش شايفه ان هو يعني انا حتى شايفاه يعني مناسب كمان للصبح لو انت عندك مشوار مهم الصبح، انترفيو شغل او حاجه، شايفاه مش اوفر يعني. لا 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 مش اوفر. مع ان انت شفايف دايما تبقى بسيطه علشان ما يبقاش كتير فوق وتحت، يبقى الميك اب كتير. رانيا نورتيني النهارده، ونتمنى ان كل الساده المشاهدين يكون عجبتهم المكياج والتبس اللي انت اديتها لنا النهارده. بشكرك جدا ومستنيك الاسبوع الجاي ان شاء الله يا رانيا. وبكده نكون خلصنا كل فقراتنا النهارده وخلص يومنا. استنونا بكره وفريق عمل جديد، ونهاركم سعيد ان شاء الله.